اليوم الاصدقاء غادي نمشيو للمسبح نعوموا فيه ان شاء الله. اليوم درجه الحراره مرتفعه بزاف وجيت ليه البارح وما صورتش قلت زعما مع كاين الدراري وهادي، واليوم جيت مع الكاميرا وقلت على الله الا المهم فهمتي الا كان خاوي شويه وناقص فيه بنادم غنصور فيه شي فيديو ونصور لكم كيفاش نعوموا وندوزو شي نهار زوين ان شاء الله في المسبح هنايا. الثمن 2.50 اورو وهيا الله بلا ما نطول عليكم، راه تنهضر معكم دابا الشمس ضاربه ليا في سنطيحتي عرفتي راه تتبخ راسي تيتبخ. ما تنساوناش من اللايك. تري اورو سي دو سيكوند او تري سي دو اورو سي دا يورو. موتشي غراسياس. غير جوج اورو ما بقاتش جوج اورو 50، كان جوج اورو 50 دابا نقصو 50 سنتيم. دابا انا جالس تنبرد شويه مع جيت شويه عرقان وشربت شويه الماء. عاد غادي نوض نتلاح، ولكن بطبيعة الحال هنا ماشي هذه معروفة في أي مسبح في العالم، يعني ماشي خاصك تجي بالعرق ديالك وغادي تتلاح في المسبح، وإنما خاصك تحتار من الماء وتحتار من المسبح. يعني شنو أول حاجة تيقوم بها الناس هنا هي تيعوموا في الدوش. هنا كاين دوشات بزاف، راه واحد خليته لهيه وواحد ها هو هنايا واحد هو هنايا. انا غادي نوض دابا نعوم فيه ان شاء الله، نحيد عليا العرق عاد ديك الساعه نتلاح في الماء، باش هكا على الاقل تلاح شويه نقي بعدا في الماء ماشي تلاح في العرق ديالك، لان تيكونوا الناس بزاف كلشي الى كل واحد تلاح في العرق ديالو الماء غادي يتوسخ بزاف. يا سلام عرفتي شحال هذا ما يا سلام اصدقاء والله الا شحال هذه ما مشيت شي مسبح. غير هي ما شريتش هذاك سميتو ما شريتش هذوك النظاظر حقاش انا ديال لابيسين ما خاصكش حل عينيك لان بطبيعه الحال هو ما نقيش يعني ريقيت الكاميرا على اساس انها تصور تحت الماء ماشي مشكل
واحد جوج في 3 متر هاد المسبح هذا فيه 3 متر ديال الغرق. انا تنغمض عيني باش نحلم، ما عرفتش واش ندير مزيان ولا لا. الله يسير يا سلام، الله يسير يا سلام أصدقاء. أصدقاء السباحة صراحة ما عمرك جينا وانت شبعان، سواء تكون شارب الماء بزاف او تكون واكل مزيان، تكون مغدي مزيان وهذه ما غاديش تعوم مرتاح، لان خاصك تكون جيعان، تكون ماشي جيعان، تكون غير شوية واكل غير شي شوية باش هكا تكون عندك النفس. تنعوم انا في واحد القنيطة بوحدي هنايا نتجنب المشاكل. هي في 3 متر هاد المرة، راس حرك نيشان حل الدين فيه. بسم الله على بركة الله. على سلامتي، على سلامتي قطعت. يا سلام، الله يتبارك، واحد الاحساس يا سلام رائع. الحمد لله تعلمنا نعوموا غير في الواد في مرابيع، ولكن للاسف يعني مع احنا ديزا محضر الدار عندنا في المغرب للاسف قطعوها الخوت، عندها اكثر من 300 سنه وهي ديزا، ولكن قطعوها علينا دابا. بالنسبه لحقاش الجفاف ولا ما عرفت، الله اعلم علاش قطعوها. المهم كانت نافعانا، كنا شبعانين في حوت وتنعومو، وكانوا تيتعلموا فيها الدراري
دري سوار حنا عندنا في هذه البلاصه ديال جيسان. هذيك البلاصه ديك البلاصه ديال دار وزيروح تبارك الله. الدراري عندهم غير 7 سنين 5 سنين تعرفوا يعوموا في الواد في الغر 10 متر 15 متر تيعوموا الدراري. ولكن دابا ملي مشى الواد الاغلبيه ديال هذه الاجيال اللي جايه غادي تكون ما كتعرفش السباحه صراحه. الاصدقاء دوك الدراري اللي كيغطسوا دقيقه و10 ثواني دقيقه و20 ثانيه والله العظيم الا والله العظيم الاصدقاء الا صراحه يعني انا بعدا احترمهم يعني صراحه لان راه ماشي ساهله تغطس دقيقه و20 ثانيه. انا دابا والله ما نكذب عليكم حنا نغطس غير 10 ثواني بحال هكا ولا 20 ثانيه صافي تنتخنق. اما دقيقه و20 ثانيه راه بزاف الخوت دوك كاينين دراري ما شاء الله مغاربه تنشوفهم هنا في فيسبوك وفي يوتيوب تيديروا الغطس ما شاء الله دقيقه و20 ثانيه ما شاء الله عندهم السهل. ولكن داكشي غير مع الوقت فهمتي كتبقى دائما كدير السباحه كتمشي كتعوم كتمشي دائما كيولي عندك السهل بحال الرياضه بحال حمل الاثقال بحال وحاجه الا بغيتي تغطس وتطول في الغطيس لتحت هي ما تكونش شبعان الخوت. هذه نصيحه ما تكونش شبعان ما تكونش واكل فهمتي تكون غير شويه غير عاتق فهمتي غير تكون عندك عشية ديال الطاقه وصافي خاصك تكون خاوي باش هكا الريه ديالك كتصيب فين تشد تهز الهواء. تنقولوا لي الراس في العروبيه تنقول لي الراس في المدينه واش كتيقولوا لي شوفوا اردعوا لي الخبر. اش كاين كي جيتكم ها غادي نعطيكم واحد الطريقه كيفاش تلاح الضرب. حنا تنقولوا لي داك الراس زعما كتطلع على راسك ولكن هذه غير نادرا ما شفتهاش يعني حتى شي فيديو ولا حتى شي قناه كاع والو شي واحد دارها صراحه. غالبا الناس كيتلاحوا كيصبطوا يديهم بحال هكا هذيك مزيانه ماشي مزياناش يعني كتحمي بها راسك تكون شي حجره ولا هكا ولا يكون الماء ما غارقش بزاف. المهم حتى هي مزيانه ولكن حنا في العروبيه صراحه تنديروا واحد الراس. انا بعدا تنقسم لكم بالله اما شفت شي واحد دارها وانا درتها مورا درتها بوحدي انا درتها بوحدي في العروبيه وعجبتني وفتي من اللي قارنت ما بينها وبين الاخرى اللي كتضرب كتلقى يديك بحال هكا لقيتها هي احسن منها بزاف وهي كتوخر يديك اللور بحال الشكل ديال ذاك طائر البيز ملي كيبغي ينقد على شي حمامه بديك السرعه ديال 390 ولا ما شحال يعني هكا كتمشي على شكل مثلث وكتسبق راسك بالاول. ولكن بطبيعه الحال خاصك تكون متاكد من الماء غارق وما كاين حتى شي اشكال ماشي مشكل ما واخا تهود بالسرعه ما غاديش توصل للحد فهمتي كما غادي نقول لكم دابا خليكم معنا.